تعالى بقى نروح للسؤال اللي دمه تقيل. المباراة نفسها بعد ما خلصت المباراة وروحت وبعدين اتفرجت عليها في نفس اليوم ولا استنيت لتاني يوم؟ لا ما نمتش غير لما اتفرجت عليها. ما نمتش لما اتفرجت. يعني كانت في حالة رضا من الناس، لكن انت كرضاك عن نفسك قد ايه؟ رضاي عن نفسي كان حوالي من 80 لـ85%. ال 15% كانوا فين عدم الرضا دول بقى؟ انا غالبا ان الحكم الوحيد هو اللي بيعرف ايه هي عيوبه ومميزاته. صحيح. يعني صحيح. هو اللي يقدر يصارح نفسه. نعم. يعني هو الوحيد الناقد لنفسه. آه. انا ممكن اكون بتفرج غير المشاهد العادي، بتفرج مثلا على تحرك معين، بتفرج على يعني حركه بايدي عملتها، تصرف مع لعيب. لكن مش لازم يكون قرار. لا مش لازم يكون قرار. لازم يكون حاجه معينه كنت ممكن اخرجتها بشكل يكون افضل من اللي طلع منه على لا. ممكن يكون رياكشن ما كانش كويس، ممكن تكون بصه ما كانتش كويسه. يعني تمركز ما كانش المفروض اكون موجود فيه هنا. سبرنت ممكن كنت اسرع من اللي انا عملته ده. ممكن تكون لقطه انا عملتها وممكن ما اظهرتهاش الكاميرا. ممكن والله. ممكن تظلمك الكاميرا في تحرك معين. ممكن تعمل كلوز في وقت معين على لعبه وانت بمناسبة الكاميرات، هل الكاميرات مريحاكوا في الفار ولا شايفين بعض المشاكل انه في لقطات ممكن تبان اوضح من كده مش جايه زي ما بنشوفها مثلا في الدوري الانجليزي او الاسباني او غيره؟ لا يعني السؤال ده محترم جدا. اطلاقا الكاميرات مش مساعدانا. مش مساعدك؟ لا حتى الكواليتي، لو انت بتعمل زوم على كره معينه بيضيع منك الكواليتي. ياه. طبعا بكسل. ما بتشوفش. عادتها اقل، كواليتي بتاعها اقل. يعني اعتقد لو الامكانيات اعلى من كده هتلاقي جوده اعلى من كده من حكام، خاصه اللي موجود في الغرفه. وده مضايقكم في الفار جدا في الغرفه. في الغرفه بتبقى مش لاقي لقطات، ما انتش عارف زاويه، فبتروح ساعات سبورت للحكم في اوقات كتير. يعني لانه بتروح للقرار اللي هو اخده. لعبه جون او مش جون، لعبه مش قادر احدد. انت حضرتك جبت لعبه امبارح، ما انتش قادر تحدد الكوره جون. انا قلت بطل لو تعرف اذا كانت هي جون ولا لا. فهو حكم الفار هيشوف ازاي؟ حكم الحكم اللي في الملعب نفسه برضه عنده صعوبه، هو محتاج الفار يساعده في العاب زي الالعاب دي، فانت ما انتش قادر تساعده. طيب. قادر تساعده.